السلام عليكم. اليوم راح نجرب اكل بحري عند بحرنا. طبعا عندهم اكلات بحريه وعنده اشياء خرافيه راح نجربه. مكانه في العزيزيه. خلينا ندخل نوريكم الاكل والاماكن اللي تقدر تجلس فيها. زي ما تشوفوا هذا المطعم من جوا. تجي هنا تاخذ لك صوره مع الكاميرا مان. فخلينا نوريكم السمك. في كل الانواع ايش ما تبغى من الالف للياء. السلمون اللي كان عارف وهذا الشيف الشعور حبيبي. اليوم ايش راح تاكلنا؟ طب ايش حتضبطنا اليوم؟ طيب انت بتحب المقلي والمشوي؟ انا بحب كل حاجه من عندك. اعمل لك حاجه سنجاري مفتوحه زي الدراع المصريه. خلاص تمام. اعمل لك مقلي. يا سلام. بالنسبه للمقلي هيبقى هامور وهيبقى شعور حلو حلو. واعمل لك محار اللي هو البلح البحر. واعمل لك روبيان اللي هو الشريمب. اعمل لك مقلي ومشوي والشوربه اعملها لك سي فود. واعمل لك رز بشكل حضرامي صياديه. خلاص ممتاز يا حبيبي. ما تقصر. واي شخص يبغى ياكل زينا بس يروح عند الشيف يقول له نبغى نفس ما اكل ريان شديد او من طرف ريان شديد راح يضبطك. هو هياكلك لو انت محتار. هو راح ياكلك بالضبط. يمسك السمك هذه حطها امك حبيب شيف. خلينا نطلع ونوريكم الدور اللي فوق. طيب هذه القعدات اللي فوق هنا عندك اوضاع حلوه وبكون الاكل خرافي. استنى الاكل يوصل ونقول بسم الله. طبعا زي ما تشوف وصلت الصينيه حق السمك وفيها كل شيء. وهنا الصوص، هنا الصوص الشريمب، وهنا الحمص، هنا الدلع. واو والله ضبطونا. شوف يا حبيبي شوف. واحد سيخ شوف. كيف؟ بالله كيف؟ 10 من 10. يا سلام. شوف 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 والله هتخش عليها صاروخ. اوكي يلا بدينا بسم الله. هذا اول شيء حنبدا فيه. هنا الصينيه فاضيه. جامد. وزي ما تشوفوا الحين قاعدين نجرب كل انواع السمك اللي حطوا لنا اياها من شربات من جمبري من كل شيء خرافي. لا تنسوا اللايك والاشتراك. وهذا اول مطعم بحلقه اليوم. تابع المقطع الاخير راح تشوف اغرب مطعم ممكن تجربه بحياتك. طيب يا شباب استوري احضر المقطع. كيف كان الاكل يا زين؟ والله الاكل في الراس عبى الراس. خلينا ننزل. وطلال والله شيء 10 من 10 الصراحه. ينعاد تجربه. اسامه والله احلى سمك باكله بحياتي. وسام اركان والله الحمد لله ممتاز. والله عندك انت غايز في العشره ولذيذ. قاعد بغوص لسه والله خراب. شوف شوف مسحنا ام الطالع. والله ما ركان قاعد بنظف. انا ما الحين ركان قاعد بنظف الصحون يعني زي ما انتم شايفين. ايوه ما يحرم. ما حناخذ نسوي اخر التشطيبات. فيا والله يعطيكم العافيه. مطعم بحرنا والله شكرا لكم. اي شخص يبغى يجي يجرب من هنا نقول اعطينا زي ما اعطيت ريان شديد او انه هو بيضبطك في ايش ما تبغى. شباب انا لازم اروح انام لانه حتى الكاميرا ما ايش معنى لانه لازم تجربوا المطعم عشان انه زاكي كثير. الله عليك. السلام عليكم. اليوم جبنا لكم بالمطعم رقم مليون. والله ما ادري اي رقم بس هذا المطعم غريب. اسمه ما ادري ايش. ما راح نسوي له اعلانات شباب. ناكل بعدين نقول لكم. مطعم هندي. راح نجرب عنده برياني. تعبنا. تخيل انه الساعه 1 بالليل احنا برا. فرنسا تحط لايك واشتراك عشان نوصل مليون مشترك. واحبكم ويلا نشوف. تعال نوريكم الديكور جوا المطعم. والله الديكور حلو كاني في المكسيك. شوف كيف هندي. اجواء. شوف هنا طلبنا من هنا. هذه نسوي عليها حركات ابو اليمن. هذه حركات ابو اليمن. حركات ابو اليمن صارت كل مقطع هذا. ابو اليمن حبيبي يهمك. بس زي كذا راح ناكل ونجرب ايش راح يكون الاكل وكيف ونقول لكم. فيلا يجي الاكل ونعطيكم نرجع لك. ايش فيك؟ دخل ذبان ابو دخل ذبان مثل شوف شوف ضبطونا. شوف هذا مو اعلان ها؟ للاسف هذا المقطع خسرنا فيه خسائر. لين قلنا امين. ايوه فما دفعنا. ما للاسف ما في اعلانات الا اول مطعم بحرنا يعطيهم العافيه. افضل مطعم سمك في التاريخ عشان زبطونا. هذا الاكل وصل يا شباب. شوفوا يا سلام برياني برياني. هاي برياني. يا سلام هاي برياني ثاني. والله شكله خرافي ما شاء الله. في صوص. اها اوه ماي جاد حبيبي. والله دلال مدير 100 100. انت شكرا. يلا ناكل البرياني. المفروض اتوقع اقلبه في الصحن ترى. ايوه شوف 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 شوف.
حضر مية مية ما هي مشكلة يعني. الحرق انا اتوقع اللي فيه دجاج يلا بسم الله سبايسي. شكرا 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 مدير. سكر بيض حاط لي قنبلة هنا بسم الله. اوه ما يجي طعم الصوص غريب. صرنا نجرب شوف أب الرز كأنه مفتوح كويس والله مطبوخ الصوص. ناخذ حبة من هنا كيف كذا من اللحمة يا ولد. هذا الدجاج هذا؟ اسمع حط الصوص جربني أحلى صوص ممكن تجربه بحياتك. صوص سبايسي طعمه حار. ايش هذا؟ كأنه قصر ليمون. شوف انه الصوص تعبان وانا مو قاعد اكذب. شكله شباب لا حد بيجي ياكل مره تموت. لا أحد يجرب هذا المطعم. صفر من عشرة بالسالب. أحلى شيء إنه أم هنود ما بفهمه. والله يا الأكل كأنه جيلي في عظم. شو إيش هذا يا هادي ما أدري إيش. شوف قديش طلعنا من هذا وطلعنا من الأكل. شوف كل هذا عظم عظم. والله إنهم جايبين كلب ما بي. أعوذ بالله ما حقدر أكمل هذا الصوص. أسبل صوص الدنيا. الله يكرم النعمة قسم بالله. ويلا نروح المطعم اللي بعده. مقاعدين بسجن. بسجن قاعدين. أنا وجايبينه من الشارع. يلا سلام يا شباب. الحين حنجرب نيويورك فرايز. هذه فرايز على طريقة نيويورك. فنقول بسم الله نجربها. هذا ثالث مطعم اليوم. شوف كيف وريهم طلال وريهم الإبداع. بسم الله حط عليه كل شيء. سوي كذا كذا وسال. حلو اوكي. انا جبت العين الصراحة حلو يعني اعطيه 6 من 10 بس بندر بطاط والله احسن منه الصراحة بس والله. طيب وهذا المطعم الثاني هو تك هواي. تك هواي فكرته حلوة الصراحة اول مرة جربته. فهذه اول مرة راح تكون معانا زي ما تعرف. هذا المقطع راح نجرب اغرب المطاعم في الرياض واللي انا ولا مرة جربتها. تعال نوريكم كيف ايش الفكرة حقه. مطعم الصراحه انا مو عارف اذا تقدر تشرح لهم. تكه ساندويتش دجاج شيش طاووق في تكه فرايز. تكه فرايز يجيك دجاج وبطاطا مع صوصات يعني اللي يحب اللغوصه. ساندويتش يجيك بخبز صاج. شباب طلبنا 9 تكه ساندويتش حنجربه نعطيكم راينا. والمطبخ حقه ما شاء الله واضح خرافي. شوف يجهز الاكل ونجيكم. شباب هذا المقطع ما في ولا اعلانات فبس كنا جايين نجرب الاكل. كاميرامان حاب تقول حاجه؟ ان شاء الله تكون تجربه جميله والرياض كلها حلوه. الله يعطيكم العافيه والجو ساوند مره. وصل الاكل يعطيك العافيه. شكرا شكرا شكرا. طلعنا الاكل وقول رأيك يا طلال ولا مش مهتم؟ يا سلام
اوكي هذا خلصناه. المطعم حلو والله خرافيه الشاورما، بس مشكله مره صغيره اتوقع عشان سعرها حلو، يعني سعرها 10 ريال فاذا تبغى تشبع اطلب لك ثنتين. ايوه طبعا هذا البطاطس زي ما تشوفوا، خلينا نجرب بس خلينا نعطيكم بيم 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 بيم. اوكي يلا هنجرب بسم الله كذا. اوه والله هذا حلو، هذا احلى من الساندويتش الصراحه. كذا نقدر نقول يعطيكم العافيه كويه، نشوفكم مطعم ثاني يلا. طيب زي ما تشوفوا الحين احنا في اخر مطعم او باخر مكان راح ناكل فيه، احنا في فندق، فندق فخم حيكون 5 نجوم، اكل خرافي زي ما شفتوا تبهدلنا في المطاعم هذيك، وبالذات هذاك اللي كلكم عارفينه. فالحين راح ننزل بوفيه مفتوح 5 نجوم، راح ناكل ونتضبط وبنشوف مين احسن واحد. وهذا الفندق نوريكم اياه، راح ننزل ناكل تحت هنا، جيبين الشباب ابو الليل ذاك الشاب هناك. كيف حال، ايش رايك، متحمس للاكل؟ والله في مكان كبير وفي هذا خلاص هنا يلا يلا نغرف. ما شاء الله هذا اوبن بوفيه، ايوه هنا الصحون وحركات. عاد هذا دلع بعد الاكل اللي اكلناه، في مليون حاجه. وزي ما تشوفوا هذا هو البوفيه على السريع عشان ما نطول معاكم. يعطيكم الف عافيه على المتابعه، لا تنسوا لايك والاشتراك اذا قاعد تتابع هذا المقطع، راح تشوفوا شيء راح يصدمكم بهذا المقطع وبالاخص الفندق هذا، فتابع المقطع للنهايه عشان تعرفوا ايش راح يصير ومين افضل مقطع. راح نروح نختار الاكل ونرجع لكم، فيلا نشوفكم على الطاوله. اوكي زي ما تشوفوا هذا اول شيء، حاطط كل السلطات وصوص الثاوزند ايلاند زي ما تشوفوا، فخلينا نروح نجيب اللي بعده. شباب جبنا الاكل رز وجيم تشوف دجاج وهنا جمبري وحركات. طيب يا شباب جبنا كمان سلطات، هذه السلطات طبعا هذه لي وللشباب يعني مش لي بس. يلا حط لي هذه ما ادري ايش. جبنا بسم الله. اوكي ايش كان بضحك هذا؟ ليش ايش في؟ يا حبيب انت بسم الله. هذا الجمبري طبعا حلو. اوكي اوكي جيد، بس هذه ورق الحين راح تخرب مع العصير، ما ادري هذا بس خلينا نجرب. في مخزن نعم مفتح منجيل تطلق منجيل. هذا ورق عنب مع ليمون، تمسك كذا الليمونه بسم الله. طيب يا شباب خلصت السلطة هذيك، طبعا الاكل ما راح ينكب، ف الحين دور السلطة هذه خلينا نجربها. في مشاوي؟ ايوه ورق عنب مشاوي، مين يبغاها؟ ورق عنب؟ ها صوص سيزر مع السلطة. ما اكلتها هي بس اتقطعت هنا. لقد عدنا. طيب الحين راح نجرب مكرونة بصلصة الريحان وفيليه وبطاطا حلوه، فبسم الله. هذه حلوه كذا يا حبيبي. سحس حدك تنزل لي. هذه حلوه مع ليمون. هاي بطاطا حلوه، ما ادري ايش جابها معاهم بس يا ساتر. الشباب جابوا كل شيء، خلينا نروح نجيب الحلا ونرجع لكم. يا شباب هذا اول حلا حنجيبه، ما ادري ايش هو الصراحه. شوفوا كيف يا حبيبي، هذا اول حلا. ايوه ام علي، ام علي يلا الحين بنحط ام علي. طيب يا شباب بس قبل شيء جرب هذه، ايش قاعد تقول عنه؟ فيري. هذه ام علي. خلينا احط لي منها ثاني مره. ام علي اوكي ها. بالله جرب الاصفر. اجرب هذول ثواني قبل ما نروح نجيب الباقي. يا ولد ايش هذا؟ اكله فيري فيري والله من جد فيري. طب والله انه من جد في طعم صابون. جرب هذا بلاستيك، والله هذا بلاستيك. اخ الاخضر مو حلو ابدا. بلاستيك وفيري هذا بلاستيك، تاكل بلاستيك يا ايش طعم هذا؟ بلاستيك والله. هذا هيعجبك ان شاء الله. هذا توت، هذا توت، هذا فيري وايش بلاستيك. ايوه
فضولي عشان ما نجربهم نسوي. يعني ايوه في 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 طعم. ايوه ايوه احسن منهم بضل. ايوه صح. طب خلينا نجرب الباقيين هذول. خلينا نجرب هذول. اوه هم حلوه. هذه حلوه. هذه ححطها. هذه خلينا نجرب. ايوه احنا كاس. احنا كاس جيده. يو طيب شباب هذا يزن قاعد يقول حلو هو وسامه. خلينا نجرب. يا رب ما حبه التوت. ايوه اي والله حلو. شوف هذا اكل الكيكه كلها. هذا شال الطياره كلها. لازم كذا استطعم. هذا حق شوف حق ريان. هذا حق. بيع هذا حلو. خلينا نجرب ام علي. بسم الله. دايم يا ولد. والله زي حقة الأردن. الأردن حقتها أحسن. بس هذه حلوة. أوكي يلا نروح اللي بعده. السلام عليكم. طيب يا شباب جبت الطاولة كلها. حلو من كل شيء نقطة. كريم كراميل برتقال كيكة جزر تفاح توت. وجبت هنا كريم كراميل ثاني وما أدري إيش. أيوة كيكة جزر. مفروض يعني. أيوة. أوكي خلينا نبدأ بأول شيء. نجرب هذه. بسم الله. هذه حلوة. ايش منها؟ نو. طيب هذا كريم كراميل. كريم كراميل ها. لا لا. اكلته. طيب خلينا نجرب الكيكة هذه اللي كانها كيكة جزر ما ادري. اوكي. والله ما ادري ايش هذه الكيكة. بمزح ايش هذا الجزر. بس شوف ايش سويت لك كوكتيل فواكه. هذه احلى حاجة. هذه مهلبية ولا ايش؟ هذه مهلبية؟ ايش هي؟ من وين طلعتها؟ ما ادري كان موجود. اومالية اومالية حبيبي ان ذا روم. ايوه هذه مهلبية. اسمع يجي منها. هذه شوف ايش؟ يعني عادي. هذه شباب والله ما في طعم الصراحة يعني. والله هذه أم علي. هاي برتقالة ممتازة. بسم الله. يعني مو حلوة. أم علي حمد الإسلام. والله خلينا نجرب هذه. ايش؟ ايش فيه؟ كرابيز حلال. كرابيز حلال. ايش فيه يا عمي؟ خلاص هو دنيت المستوى. تشرب من عصير؟ الحلال مو ولا واحدة لذيذة الا ام علي وبالبداية هذيك فيها توت والكريم كراميل. بالنسبة لي ايوه في الحلال كله بس ام علي. ما حتى انا صراحة. ايوه ام علي تبون. والاكل البروستد والورق عنب يعني. ورق عنب تعبان. تقييمي للاكل بشكل عام وللمكان 3 من 10. تعال شباب هذا فندق 5 نجوم. ها فندق 5 نجوم. معلش للإساءة. طيب يا شباب كذا يكون خلص مقطع اليوم. جربنا يمكن 5-6 مطاعم او اكلات. واحلى واحد الصراحة كان بحرنا. نعطيهم الف عافية. الصراحة الفندق هذا راح اقيمه 4 من 10. يعني عادي جدا مع انه 5 نجوم. حرام المفروض يكون فيه احسن اكل في التاريخ بس ما في. نشوفكم. السلام عليكم. بالنسبة لي 10 من 10. اوكي.